السلام عليكم ورحمة الله. سنتكلم اليوم عن موضوع هام بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو عبارة عن الطعام الحلال أو حلال فود. بسبب أهمية هذا الموضوع في الدين الإسلامي الحنيف، ذكر الحلال في القرآن الكريم في عدة أماكن في عدة سور. على سبيل المثال سورة البقرة الآية 168، حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم. وفي سورة المائدة الآية رقم 88 قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، صدق الله العظيم. أما في سورة يونس الآية رقم 59، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، صدق الله العظيم. وهناك أيضا في بعض السور مثل الأنفال الآية 69، وأيضا في سورة النحل في الآية 114 و116، أيضا دلائل على الطعام الحلال الذي أمر به رب العالمين جميع المسلمين. يمكن تعريف كلمة الحلال بشكل عام بأنه الشيء المسموح به، ويمكن أيضا ترجمتها على أساس أنها الشيء القانوني أو الذي يسمح باتباعه أو بتناوله. أما الحلال بالنسبة للشريعة الإسلامية فهو مبني على الشريعة الإسلامية، أي إنه أحد قوانين الشريعة الإسلامية. عكس كلمة حلال هو حرام، وتعني كل شيء غير مسموح بتناوله أو تعاطيه، وخاصة بالنسبة لموضوع اللحوم. أما فكرة الحلال تأتي من الله تعالى رب العالمين، هو الجهة العليا التي تصدر الأوامر وتقول لنا ما هو الحلال وما هو الحرام. الحلال فود في كعلم يمكن تعريفه بأنه كل طعام يمكن للجنس البشري تناوله، وأيضا هذا الطعام مسموح بتناوله بناء على الشريعة الإسلامية. هذا الطعام يمكن أن يكون كمادة أو مكون للمادة، يجب أن لا تحتوي على أي حيوان غير مسموح بتناوله بالإسلام، وأيضا يجب أن يكون هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية. هناك عدة عوامل مرتبطة في مفهوم الحلال. أول شيء food sources أو ما يدعى مصادر الطعام. أيضاً مكونات الحلال، إذا كانت المادة الطعام مكونة من أكثر من مكون واحد يجب أن تكون كل المكونات فيها حلال. أيضاً في مكونات حرام، تدخل أحياناً مكون واحد ضمن عدة مكونات. فيما يسمى المشبوه، مكونات مشبوهة، وسنتناول ما هو تعريف هذه المكونات. في أيضا الإي كودز أو الرموز التي تبدأ بحرف إي. وأيضا الحلال فود مرتبط بتصنيع الطعام، وهناك متطلبات عديدة لأن يكون الطعام حلال أثناء التصنيع. بالنسبة للمكونات الطعام، تأتي مكونات الطعام من ثلاث مصادر أو أكثر، من ضمن المصادر الحيوانية مثل مثلا على سبيل المثال الحليب، البيض، اللحم، أيضا كل المنتجات البحرية مثل الأسماك وما شابه. في مصادر نباتية مثل الخضروات، الفواكه، البهارات. أيضا في مصادر صناعية مثل الفليفرز أو المنكهات، الملونات، وأيضا المضافات التي تضاف إلى الطعام.
في مكون آخر وهو مخمر فيرمنتد، مثل مثلا الأحماض العضوية organic seeds cultures، وأيضا الإنزيم أو الخمائر أو الأنزيمات، يمكن أن يكون فيها قسم غير مسموح بتناوله. بالنسبة للمصادر الحيوانية الغير مسموح بتناولها، في عندي مثلا الخنزير، وأيضا إناث الخنزير وذكور الخنازير غير مسموح بتناولها، في الكلاب والأفاعي، البغال والقرود على كافة أنواع غير مسموح بتناولها. في الحيوانات التي تتناول اللحوم والتي لديها مخالب، مثل مثلا الأسود، النمور، الدببة، وفي بعض حيوانات أخرى لها مخالب لا يسمح بتناولها. أيضا في الطيور الجارحة التي لها مخالب، مثل مثلا الصقور والنسور وكل الطيور المشابهة، غير مسموح بتناولها. في بعض القوارض مثلا، مثل الجرذان، في العقارب، كلها هي عبارة عن حيوانات أو أحياء غير مسموح بتناولها. في بعض الحشرات مثل مثلا الأنس، النمل والنحل، غير مسموح بتناولها. في أيضا بعض الحشرات مثل مثلا القمل، البراغيث، كلها هذه حشرات تعتبر حرام وغير يسمح بتناولها. في الحيوانات البرمائية أو مثل مثلا الضفادع، التماسيح، أيضا هي حيوانات لا يسمح بتناولها في الإسلام. كل الأحياء التي تعتبر سامة يمنع تناولها في الإسلام. الحيوانات الغير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، هنتناول موضوع الذبح على الطريقة الإسلامية، أيضا غير مسموح بتناولها في الإسلام. وهناك مكون هام جدا في بعض الشعوب والقبائل تتناول هذا المكون بشكل كبير، وهو عبارة عن الدم. الدم غير مسموح بتناوله بالإسلام، وهناك دلائل عديدة تحرم تناول الدم. أما بالنسبة للمصادر النباتية، فهناك مصادر نباتية مثل المواد التي تسبب سمية للمستهلك، إلا في حالة أثناء التصنيع تم التخلص من هذا المركب السمي. في بعض المشروبات التي يمنع تناولها بالإسلام، مثل مثلا المشروبات الكحولية المختلفة التي تسبب حالة السكر، هي أيضا ممنوع تناولها بالإسلام، وهناك دلائل عديدة حول هذا الموضوع في القرآن الكريم. أما المكونات الحلال التي تكون الطعام الحلال، فيجب أن تكون من مصادر حلال، وأيضا لا تكون مكونات نجسة. نجس يعني تلوثه إما بمواد غير مسموح بتناولها بالإسلام، أو مواد مثلا مثل المخلفات البشرية، البراز وما غيره، هي تعتبر مخلفات نجسة لا يسمح بتناولها في الإسلام. يجب أن تكون المكونات الحلال آمنة وغير مضرة للمستهلك المسلم. أيضا المكونات الحلال يجب أن تكون أثناء التحضير تم غسل الآلة التي صنعت مثلا مكونات غير مسموح بتناولها بالإسلام قبل بدء بتصنيع هذه المادة، حتى ما تكون مادة نجسة ويسمح تناولها في الإسلام. كما ذكرنا، مصادر الحلال تأتي من 3 مصادر: حيوانية ونباتية وأيضا مصنعة، هي عبارة عن مصادر للحلال. بالنسبة للذبح على الطريقة الإسلامية، يجب
هناك طريقة معينة لذبح هذه الحيوانات. يجب أول شيء إنه تكون تطابق ما وضع بالنسبة للكودكس Hygienic Practice for Fresh Meat and the Following Requirements والاحتياجات التالية. بالنسبة للكودكس أو بالنسبة للشريعة الإسلامية